أهلا بكم إلى أخبار ليبيا. والبداية بإعلان إدارة إنفاذ القانون إرجاع 18 عائلة هجروا من منازلهم ومزارعهم في منطقة قصر بالغشير منذ عام 2013 من قبل بعض الخارجين عن القانون. كشف مصرف ليبيا المركزي أن الإيراد العام بلغ 96 مليار دينار فاصل 6، في حين بلغت قيمة الإنفاق 83 مليار دينار فاصل 6. طمأن المركز الوطني للصحة الحيوانية أن مرض الجلد العقدي المنتشر في البيضاء غير معد للبشر، مطالباً بعدم إدخال أبقار جديدة إلى حين فحصها. أعلنت مديرية أمن جفارة عن ضبط 30 شخصاً مطلوباً على ذمم قضايا جنائية مختلفة، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة. توج المنتخب الليبي للكيوكونشاي ب14 قلادة ملونة في البطولة الدولية والعالم للأندية بمدينة المنستير بتونس، والتي شارك فيها أكثر من 400 لاعب. أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة موظفة بتهمة الاستيلاء على أموال بمصرف الجمهورية من حساب مصرفي لأحد الزبائن، وألزمتها بإرجاع المبلغ والحبس 30 شهراً. نهاية النشرة، وإلى اللقاء.